هل سيؤدي استعمال وسائل الطاقة غير التقليدية، وسائل الطاقة الجديدة ذات المردود الصناعي، هل بذات الكلفة؟ هل إذا تحولنا على مستوى الإنتاج الصناعي ولو كان بشكل تدريجي إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، هل ستكون كلفة المنتج الذي يتعامل عليه المستهلك في صورته النهائية بذات الكلفة؟ الرد على هذا السؤال المهم جداً يحتاج الإجابة على سؤال آخر. أولاً، هل نحن ندخل الطاقة النووية ضمن حزمة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة؟ أيوة، هذا سؤال في غاية الأهمية. إذا نحن نظيفة إلى حين، إذا نحن أدخلنا الطاقة النووية تامر ويا أحمد، فإننا نجد حلاً ميسوراً جداً لسؤالك الصعب. لا تستطيع الحقيقة أن تنهض بعيداً عن الوقود الأحفوري إلا باستخدام الطاقة النووية. إلا باستخدام الطاقة النووية. يعني والطاقة النووية إذا استطعنا أن نكون حريصين فيما يتعلق بنفاياتها، لأن النفايات شديدة الخطورة، النفايات النووية تصبح طاقة نظيفة بلا شك. لكن حتى الدول محمد وتامر التي هجرت استخدام الطاقة النووية بفعل الضغط المرتبط بأزمة الطاقة العالمية عادت، بل بعضها عاد من جديد ليشغل بعض المفاعلات، وبالتالي حديث تقني وصعب للغاية. صعب الحديث عن الطاقة النووية، يعني حتى الخبراء المتخصصين، وهذه من بين اللقطات التي ستكون أقرب لصيد الكاميرا أحد الزعماء الحاضرين سيلفي، ويعني إن لم أتمكن من ذلك فلا بأس أن يا سيدي أنال أنا يعني التصوير حتى يتم عبر مسؤولي